السلام عليكم يا شباب، معاكم كريم عماد من تيم بنتاجرام، والنهارده باذن الله هشرح موضوع ليفلز اوف بريفنشن اللي هي مستويات الوقايه. وكنا اتكلمنا عنهم قبل كده شباب، وقلنا انهم 3 مستويات: برايمري وسكندري وتيرشري. النهارده بقى هنتكلم عنهم بالتفصيل، وهنعرف ان في مستوى رابع قبلهم اسمه برايمورديال بريفنشن. يلا بينا نبدا يا شباب. ايه الديفينيشن بتاع كلمه بريفنشن؟ والديفينيشن ده شباب كتبه جون موري لاست. حد فاكر جون موري لاست كتب ديفينيشن لكلمه ايه كمان؟ كتب ديفينيشن لكلمه ابيديميولوجي، وكنا قلنا الكلام ده في فيديو epidemiological variables and cycles. يبقى كده جون موري لاست كتب 2 definition: definition لكلمة epidemiology و definition لكلمة ايه؟ prevention. طيب ايه بقى ال definition بتاع كلمة prevention من وجهة نظر جون موري لاست؟ كل الأفعال اللي هدفها إنها تقضي أو تقلل من تأثير الايه؟ الأمراض والإعاقات. ومبدأ ال prevention يا شباب بيتوصف في سياق أو على شكل ايه؟ المستويات التلاتة اللي قلناهم، اللي هما primary و secondary و ايه؟ و tertiary. يبقى هي كل الافعال، كل الاكشنز اللي هدفها انها تعمل ايراديكيشن، وكلمه ايراديكيشن تساوي اليمينيشن على فكره، اللي هي هدفها انها تقضي على او تقلل، مينيمايز يعني تقلل من ايه؟ من حده تاثير الايه؟ الامراض والايه؟ الديزيز اند ديسابيلتي، اللي هي الامراض والاعاقات. طيب ومبدا البريفنشن يا شباب، اللي هي الكونسبت اوف بريفنشن، المبدا ده بيتوصف في سياق ايه؟ في سياق مستويات. يعني بنقول ان البريفنشن ده مستويات. ايه هم بقى المستويات التقليديه اللي احنا كلنا عارفينهم؟ برايمري وسكندري وترشري. والكلام ده كله قاله مين؟ جون موري لاست. قاله في القاموس بتاعه، هو عامل قاموس كده عن ايه؟ عن الابديميولوجي، الطبعه الايه؟ الرابعه. طيب ايه هما الليفلز اوف بريفنشن يا شباب؟ في 3 تقليديين زي ما قلنا في الديفينيشن، 3 مستويات تقليديين كلنا عارفينهم: برايمري وسكندري وترشري. لكن في الحقيقه بقى في مستوى رابع بيجي قبلهم كلهم اسمه برايمورديال، برايمورديال بريفنشن. وكلمه برايمورديال يعني معناها اولي، اولي، ده قبل اي حاجه، بيجي في الاول، وهنعرف يعني فكرته ايه. وبعد البرايمورديال بيجي بقى البرايمري، البرايمري ده اللي هو الابتدائي، والسكندري الثانوي، وبعد كده الايه؟ التيرشري اللي هو بعد الثانوي، تمام؟ طيب نبدا بقى الاول بالبرايمورديال بريفنشن. برايمورديال بريفنشن ليه بقى هو الاولي؟ لان البرايمورديال بريفنشن يا شباب بيركز على حاجه اسمها الكوزيشن، كوزيشن اللي هي الاسباب. طيب بيعمل ايه بقى في الاسباب؟ بيمنع حدوث الاسباب اصلا، مش بيحاربها، لا، ده بيمنع حدوث الاسباب خالص. زي مثلا فكره ايه؟ ان مثلا لما نيجي نبني البيوت، لما نيجي نبني البيوت ما نبنيهاش على شكل عشوائيات، لا، نبنيها بعيده عن بعض كده عشان نمنع فكره الايه؟ الاوفر كراودنج، ان الناس ما تبقاش ايه؟ متكدسه فوق بعض. طيب احنا كده عملنا برايمورديال بريفنشن لمرض ايه؟ لمرض اللي هو التوبركلوز، الدرن، لان مرض الدرن ده بتزيد نسبته لما يكون ايه؟ لما يكون في اوفر كراودنج، لان الاوفر كراودنج ده يعتبر من الكوزس اوف تيبركلوز، يعني سبب من اسباب التيبركلوز، او واحد من الريسك فاكتورز، من عامل الخطر اللي بتؤدي للتيبركلوز اللي هو الدرن، الاوفر كراودنج. طيب احنا بقى عشان نعمل برايمورديال بريفنشن، عشان نعمل وقايه اوليه يعني من الاول خالص للتيبركلوز، نعمل ايه؟ المفروض ان احنا نشوف السبب اللي هو الاوفر كراودنج ده ونمنعه من اساسه، نعمله بريفنشن اصلا. يبقى البرايمورديال بريفنشن يساوي prevention of causes، ان انا ايه؟ ان انا اعمل وقايه للاسباب، ان الاسباب ما تحصلش اصلا. طب تعالوا بقى على البرايمري، لا، البرايمري الاسباب بتكون موجوده وحصلت، تمام؟ بس احنا بقى بنحاول نحارب الاسباب دي قبل ما الايه؟ ما المرض ما يبدا نتيجه ايه؟ لهذه الاسباب. يبقى البرايمري بريفنشن بقى لو هنقوله في مرض الدرن، نقول ايه؟ نقول ان ده مجتمع اوريدي فيه اوفر كراودنج، يعني عشوائيات، تمام؟ فعندهم الريسك فاكتور اللي هو الاوفر كراودنج اوريدي موجود. يبقى احنا كده طالما الريسك فاكتور اتوجد، يبقى خلاص احنا ما بقيناش في البرايمورديال، لان احنا لو برايمورديال الريسك فاكتور اوريدي مش موجود، تمام؟ يبقى طالما الريسك فاكتور موجود يبقى ده برايمري. بس احنا بقى عشان الناس دول اوفر كراودد، فهنبدا بقى ايه؟ ان احنا نكشف عليهم دوريا، ونبدا نقول لهم العادات الصحيه، ونبدا نقول لهم ما تقربوش من بعض وكده، عشان ايه؟ نحارب ايه؟ الريسك فاكتور نفسه اللي هو الاوفر، اللي هو ظهر عندهم ان هم عندهم تكدس. فاحنا بقى بنحارب التكدس ده. فلما تحارب الريسك فاكتور، ده معناه ان الريسك فاكتور ظهر، يبقى ده برايمري، تمام؟ لكن لما تمنع الريسك فاكتور اصلا، انك تبني البيوت بعيده عن بعض، يبقى ده ايه؟ برايمورديال، تمام؟ دي الفكره كلها. فالبرايمورديال بريفنشن معناها اندرلاين كونديشن ليدنج تو ايه؟ تو كوزيشن. يعني البرايمورديال بريفنشن بيركز على الشرط الاساسي اللي هو الاندرلاين كونديشن، اللي هو بيؤدي لايه؟ للسببيه. يعني بيركز على الاسباب، بيعمل بريفنشن للايه؟ للكوزيشن، بيعمل بريفنشن للكوزس، يمنع الاسباب اصلا من قبل ما تحصل، تمام؟ طيب البرايمورديال بريفنشن بيبقى موجه لمين؟ موجه للتوتال بوبيليشن، للمجتمع كله.
ان احنا المجتمع كله نبني البيوت بعيد عن بعض، او لسيلكتد جروبس، مجموعات معينه في المجتمع لو عايزين نعيشهم في مكان مثلا نعمل لهم ايه، ده مثال يعني اللي هو الاوفر كراودنج ده مثال انا بشرحه، لكن البرايمورديال بريفنشن ليه افكار تانية برضو ايه هنقولها يعني. خلاص، فالبرايمورديال بريفنشن بيبقى موجه للتوتال بوبوليشن، للمجتمع كله، او ايه، او سيلكتد جروبس يعني ايه مجموعات معينه. طيب نيجي بقى للبرايمري بريفنشن. البرايمري بريفنشن بيركز بقى على ايه، سبيسيفيك كوزال فاكتور، يعني ايه، يعني معناها السبب حصل، الكوزال فاكتور اللي هو ايه واحد من الايه من الريسك فاكتورز، في ريسك فاكتور حصل، تمام، اللي هو ريسك فاكتور يعني كوز، في كوز حصل، في سبب من اسباب المرض حصل، بس احنا بقى هنحارب السبب ده عشان ايه المرض ايه ما يظهرش، تمام. يبقى البرايمري بريفنشن بيركز على ايه، سبيسيفيك كوزال فاكتور، لكن البرايمورديال اندرلاين كونديشن، يعني بيركز على الشروط الاساسيه عشان يمنع الشرط الاساسي من الاول، تمام، فهمتوا الفرق؟ طيب البرايمري بريفنشن بيبقى موجه برضو للمجتمع كله، وكمان موجه لمجموعات معينه، وهتزود بقى في البرايمري بريفنشن انه ساعات البرايمري بريفنشن بيبقى موجه لافراد معينه. مثال على كده، مثلا في حد جالك العياده ولقيت ان هو عنده سمنه، خلاص هو اوبيز، وكمان لما جيت تاخد منه الفاميلي هيستوري لقيت ان ايه، ان باباه عنده هايبرتنشن وجده كمان عنده هايبرتنشن، فانت طبعا ايه هتبدا تخاف وتشك ان ايه، ان ده عنده هايبرتنشن، فهتقول له ايه، طيب تعالى نقيسلك الضغط. فوانت بتقيس الضغط الحمد لله لقيته ان هو نورموتنسف، نورموتنسف يعني ضغطه عادي مش عالي ولا حاجه، فهتحمد ربنا. طب وبعد ما تحمد ربنا بقى تقول له روح انت سليم ما فيكش حاجه؟ لا، قبل ما تروحه الاول بقى تعمل له هيلث اديوكيشن، تفهمه ايه هو الهايبرتنشن، وتبدا بقى تديله نصايح، النصايح دي برايمري بريفنشن، ان هو انت اوريدي اصلا عندك ريسك فاكتورز، انت اوريدي وزنك زايد واوريدي ايه عندك فاميلي هيستوري، يعني عندك ناس عندهم الضغط، فانت معرض ان يجي لك ضغط. اه الحمد لله انت ما جالكش، بس احنا بقى هنديك نصايح برايمري بريفنشن تحارب بيها الايه، تحارب بيها الريسك فاكتورز دي، تمام. فمثلا الريسك فاكتور بتاع الاوبيستي التخن، هتقول له ايه، ظبط اكلك والعب رياضه، خلاص. طيب الفاميلي هيستوري تحاربه ازاي؟ تقول له ما تعرضش نفسك لستريس كتير، لانك اوريدي عندك ايه، ممكن يكون عندك يعني بريديسبوزيشن ان انت يجي لك ضغط، فانت ما تعرضش نفسك ايه لستريس كتير، فكده الريسك فاكتورز اوريدي موجوده بس انا ايه بحاربها. فالبرايمري بريفنشن بيبقى كمان موجه لايه، للانديفيدوالز اللي هي الافراد. يبقى احنا واحنا بنحفظها دي فهمنا هي جت منين. طيب نيجي بقى للايه، للسكندري بريفنشن. السكندري بريفنشن ده معناها ان المرض حصل، سكندري بريفنشن خلاص المرض حصل فعلا، تمام، بس الحمد لله في الايرلي ستيج بتاعته. طب يعني ايه المرحله المتقدمه؟ ما احنا برضو لازم ما نقول حاجه نبقى عارفين يعني ايه مرحله متقدمه ومرحله متاخره. المرض يا شباب لما يكون في مرحله متقدمه يعني معناها عمل تغيرات في جسمك، بس التغيرات دي ريفرسابل، ريفرسابل يعني نقدر نصلحها وهترجع تاني ايه سليم. فا early stage of disease يعني معناها ان حصل لك المرض والمرض عمل تغيرات في جسمك، بس الحمد لله التغيرات دي ايه ريفرسابل، قادرين ان احنا ايه نصلحها. طيب ال secondary prevention بيبقى هدفه يا شباب ان هو يعمل حاجه اسمها early diagnosis، ان هو يشخص الحاله من بدري عن طريق حاجه اسمها screening tests اللي هي الفحوصات. يبقى secondary prevention SS، secondary prevention يساوي كلمه ايه screening، فحوصات، اعمل فحوصات عشان تكتشف المرض وهو لسه في ايه، في مراحله الايه الايرلي، لسه وهو في بدايته، لسه تغيراته اللي عملها تغيرات بسيطه وريفرسابل نقدر ان احنا ايه نصلحها. طيب السكندري بريفنشن بقى بيبقى موجه لانهي مجموعه؟ موجه للمجموعه اللي هي apparently healthy population، يعني ايه؟ يعني موجه للناس اللي هم بيبقى باين ان صحتهم كويسه، ودي apparently، apparently يعني باين عليه ان هو ماشي ما عندوش اي اعراض، ما بيشتكيش من اي حاجه، بس نيجي نعمل له الفحوصات بقى نكتشف ان هو ايه مثلا في incubation period لمرض معين في فتره الحضانه لسه، تمام. فالسكندري بريفنشن ده بيركز على الايرلي ستيج اوف ديزيز اللي هو المرض في مراحله الاوليه، وده ايه بيبقى موجه للناس اللي هم باين apparently يعني باين ان هم ايه صحتهم كويسه. طيب بس مثلا ايه احنا شكينا فيهم، من لان طبعا الدكاتره بيبقوا عارفين مثلا حاجات معينه المريض ما بيبقاش عارفها، ممكن المريض فاكر نفسه طبيعي، بس انا كدكتور شكيت ان ايه من مثلا اداني هيستوري حاجه معينه او قال لي كام حاجه كده وشفت عليه كام عرض هو ما لاحظهمش مثلا زي الصفرة او كده، فانا ايه شكيت فيه، فروحت ايه قلت له اعمل ايه سكريننج، لان انت ابيرنتلي هيلثي يعني انت باين انك انت سليم، بس احنا عايزين نتاكد فعلا انت عندك حاجه ولا لا. فده اللي هو السكندري بريفنشن. نيجي بقى لاخر مرحله اللي هو التيرشري بريفنشن،
والتيرشري بريفنشن ده يا شباب بيبقى للليت ستيج اوف ديزيز. ليت ستيج اوف ديزيز يعني واحد جاله المرض والمرض ده عمل له مضاعفات كومبليكيشنز، والمضاعفات دي irreversible. irreversible يعني مع الاسف مش قادرين ان احنا ايه نصلحها. فلما شخص يوصل للمرحله دي كده ايه المرحله الايه اللي هي التيرشري بقى النهائيه، ان المرض عمل ايه مضاعفات والمضاعفات irreversible لا يمكن ايه اصلاحها. والتيرشري بريفنشن ده بقى يا شباب بيبقى ايه تريتمنت. تريتمنت انت بتعالجه وتعمل له ريهابيليتيشن. ريهابيليتيشن يعني اعاده اصلاح، بتحاول بقى ايه يعني الكومبليكيشن مثلا اللي هو المضاعفه اللي حصلت دي ادت مثلا لشلل ما بقاش عارف يتحرك، فانت بقى بتحاول تعمل اعاده اصلاح على اساس ايه ان عضلاته مش كلها تبوظ او كده يعني. فده اللي هي مثلا فكره الريهابيليتيشن هو ايه اعاده اصلاح. يبقى تيرشري بريفنشن يساوي كلمه ايه يا شباب؟ تريتمنت انك تعالج تمام، وايه وتعمل ريهابيليتيشن اللي هو ايه اعاده ايه اصلاح يعني تمام. طيب والتيرشري بريفنشن بقى ده موجه لمين؟ للبيشنتس المرضى. ما هو خلاص بقى مريض يعني، حتى هو مش باين عليه ان هو سليم زي السكندري. السكندري كان باين ان هو سليم لانه لسه في الايرلي في البدايه، لكن التيرشري بقى لا ده خلاص ده مريض، ده باين عليه ان هو مريض وهو عارف ان هو ايه مريض. طيب نبدا الاول بقى بالبرايمورديال بريفنشن. بيقول لك ايه ان البرايمورديال بريفنشن هي كل الافعال والاجراءات اللي احنا بنعملها عشان ايه تعمل انهبيشن للاميرجنس اوف ريسك فاكتورز. يبقى هو ده الكلام اللي انا قلته، ان احنا في البرايمورديال بريفنشن هدفنا ان احنا نمنع الريسك فاكتورز من قبل ما تظهر. انهبيت ايمرجنس، يبقى خلي بالك دي كي وورد ممكن يجيبها في الامتحان. ممكن يقول لك اختار نوع البريفنشن ويقوم قايل لك البريفنشن اللي بينهبيت الايمرجنس اوف ريسك فاكتورز اللي هو بيمنع ظهور اصلا الريسك فاكتورز. ايمرجنس اوف ريسك فاكتورز يعني بيمنع الريسك فاكتورز من قبل ما تظهر اصلا. يبقى ده اسمه ايه؟ برايمورديال. طيب البرايمورديال بريفنشن بقى بيكون على شكل ان احنا مثلا نعمل حاجات للانفايرمنت عشان نظبطها، او حاجات ايكونوميك اقتصاديه. يعني مثلا الناس اللي هم مثلا الفقراء قوي دول، طب ما نحسن مستوى معيشتهم عشان يهتموا بحالتهم الصحيه، او حاجات اجتماعيه سوشيال او بيهيفيرال سلوكيه، ناثر في سلوكيات الناس بحيث ان اللايف ستايل بتاعهم يبقى كويس. ولما اللايف ستايل بتاعهم يبقى كويس انا شلت ريسك فاكتورز كتيره، زي مثلا شلت ريسك فاكتور ان هو اصلا يجي له سمنه. طالما هو اللايف ستايل بتاعه كويس بيلعب رياضه وياكل عمره ما هيظهر عليه ايه اللي هو السمنه. طيب يبقى it is the prevention of the emergence or development of a risk factors. بيكرر تاني in countries or a population groups which they haven't yet a appeared. يعني ايه؟ يعني معناها احنا بنحاول ان الريسك فاكتورز ما تظهرش اصلا تمام. والشرط الاساسي في البرايمورديال بريفنشن ان الريسك فاكتورز دي ما تكونش ظهرت قبل كده، ما تكونش ظهرت خالص، لان لو الريسك فاكتورز دي ظهرت خلاص انت طلعت بره مرحله البرايمورديال ودخلت في مرحله الايه، دخلت كده في مرحله البرايمال تمام كده يا شباب. طيب برايمورديال بريفنشن بيدي لك عليها مثال، بيقول لك ايه many adult health problems اللي هي الاوبستي والهايبرتنشن، يعني مثلا السمنه وارتفاع ضغط الدم اللي هي بتيجي في البالغين بتبقى سببها early origins. early origins يعني الموضوع بدأ من البداية، من هو لسه طفل في مرحلة الطفولة childhood. because this is the time when lifestyles are formed. يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا السمنة دي بدأت من طفولته، انه من وهو طفل مثلا كان بيتغذى غلط او بياكل مثلا حاجات فيها سكريات كتير، وبرضه مثلا كان من وهو طفل مثلا بدأ يتعلم عادات غلط مثلا وبدأ يدخن ولا حاجة، فالتدخين ده يعمل هايبرتنشن تمام. فهو بيقول ان في وقت الطفوله في وقت التشايلدهود هو ده الوقت اللي بنكون فيه اللايف ستايل بتاعنا اللي هو نظام حياتنا، زي مثلا السموكينج التدخين، ايتينج باترنز انماط الغذائيه، والفيزيكال اكسرسايز اللي هي الرياضه. فاحنا مثلا لو عايزين نعمل برايمورديال بريفنشن نعمل بقى من مرحله الطفوله ان احنا نعلم الطفل الرياضه، نعلمه التغذيه الصح، نعلمه ان التدخين غلط. فلو علمناه الحاجات دي من الاول احنا شلنا الريسك فاكتورز من قبل ما تبدا تمام. In primordial prevention efforts are directed towards discouraging children from a from adopting harmful lifestyles. يعني ايه؟ يعني البرايمورديال بريفنشن مثلا زي ان احنا ايه نبدا ان احنا نخلي الاطفال ما يعملوش ايه عادات سيئه، adopting harmful lifestyles يعني ما يعملوش عادات سيئه ولا يكون نظام حياتهم ايه سيء. فممكن دي تيجي في الامتحان يجيب لك الاكزامبل ده ويقول لك ده ايه للتشيلدرن adopting harmful lifestyles، ان احنا نمنع الاطفال من انهم ايه يتبنوا حياه سيئه. ده ايه؟ ده برايمورديال، لان انت لما تعمل كده انت هتغير اللايف ستايل بتاعهم قبل كده، هيبقى لايف ستايل خالي من ايه من الريسك فاكتورز. طيب the main intervention in primordial prevention is a through individual and mass a education. يعني بيقول لك ان primordial prevention
ده بيكون معتمد، او يعني التدخل الاهم فيه ان احنا بنعمل ايه، education للانديفيدوالز، يعني تعليم كده للافراد، وايه، وماس education يعني معناها تعليم عن طريق ايه، الماس ميديا، عن طريق وسائل الاعلام، او تعليم للجمهور عموما، تمام كده. ف individual and mass education ده ايه، primordial prevention. طيب الاديوكيشن ده يا شباب ينفع في البرايمري ولا ما ينفعش؟ ينفع، ينفع زي ما ينفع في البرايمورديال ينفع في البرايمري. بس الانديفيدوال والماس اديوكيشن بالنسبه للبرايمورديال يعتبر مين انترفينشن، يعني اصلا البرايمورديال التدخل الاساسي بتاعه او التدخل الاهم بتاعه اللي هو الاديوكيشن، التعليم. ليه؟ لان انتوا لو ركزتوا هتلاقوا اصل هو فكره البرايمورديال ايه؟ انا عايز امنع الريسك فاكتور من قبل ما يحصل. طب انت عشان تمنع الريسك فاكتور من قبل ما يحصل تعمل ايه؟ لازم تعلم الناس بالريسك فاكتور ده عشان يبعدوا عنه، خلاص. فالبرايمورديال بريفنشن اهم تدخل ليه هو الايه، الانديفيدوال والماس ايه، education، اللي هو التعليم للافراد وللايه، وللجمهور. طيب نيجي بقى للبرايمري بريفنشن. البرايمري بريفنشن الديفينيشن بتاعه هي كل الافعال اللي هي بنعملها خلاص عشان نمنع المرض قبل ما يحصل، to prevent onset of disease. وخلي بالكم onset of disease دي هنا keyword، keyword، لانها بتيجي في definition كلمه primary prevention دايما متعلقه بكلمه ايه، prevent onset of disease، ان انا عايز امنع المرض قبل ايه، قبل حدوثه. معنى ان انا عايز امنع المرض قبل حدوثه ده معناها ايه؟ ده معناها ان ايه، في possibility that the disease will ever occur. يعني ايه؟ يعني معناها ان الناس دول عندهم risk factor، في possibility انهم ايه، يحصل لهم المرض. لان مش شرط، يعني مش شرط مثلا ان الريسك فاكتورز موجوده يبقى المرض هيحصل، لا، ساعات الريسك فاكتورز تتواجد والمرض ما يحصلش عادي جدا، تمام. طيب يبقى اذا البرايمري بريفنشن هدفه ايه يا شباب؟ هدفه امنع المرض من قبل حدوثه، taken prior to ايه، to onset of disease. ومعنى ان انا عايز امنع المرض قبل حدوثه ده معناها ان اوريدي في ريسك فاكتورز حصلت، يبقى احنا كده عدينا الايه، primordial. طالما في ريسك فاكتورز حصلت يبقى عدينا الايه، primordial. يبقى اوريدي في ريسك فاكتورز حصل، والريسك فاكتورز دي خلت فيه possibility for disease occurrence، خلت فيه احتماليه ان المرض ايه، يحصل. فاحنا بقى عايزين نشيل الايه، الاحتماليه دي، ان احنا نحارب الريسك فاكتورز مش نمنعها، هي خلاص احنا ما قدرناش نمنعها، هي اتوجدت. فاحنا دلوقتي بقى ايه، بنحاربها عشان المرض ايه، ما يبداش. وكلمه prior يعني سابقا، يعني من قبل، من قبل ما المرض ايه، ما يحصل. It signifies intervention in the إيه؟ pre-pathogenesis phase of a disease or health problem. خلي بالكو برضو دي keyword مهم. ممكن يقول أنهي نوع من prevention بيركز على ال pre-pathogenesis. pre-pathogenesis اللي هو قبل حدوث المرض. النوع ال primary prevention. ال primary prevention بيركز على المرحلة ما قبل إيه، حدوث المرض. اللي هي onset of disease برضو. يبقى كلمة onset of disease تساوي كلمة إيه، pre-pathogenesis. طيب primary prevention may be accomplished by measures of health promotion and a specific protection. يبقى عشان نحقق primary prevention بنعمل اجراءات measures. الاجراءات دي حاجة من اتنين، اللي هي ال health promotion، كلمة health promotion اللي هي الرواج الصحي، ان احنا نروج للصحة الجيدة ونخلي صحة الافراد كلهم كويسة، تمام. وال specific protection دي معناها حماية لايه، لمجموعة معينة او لافراد معينة. فاحنا بنعمل الاتنين strategies دول، بنعمل الخطتين دول، تمام، عشان خاطر ننفذ الايه، ال primary prevention بالطريقة الصح. طيب فبيقول بقى البرايمري بريفنشن بيكون عن طريق هيلث بروموشن او ايه، او سبيسيفيك بروتكشن، تمام. وطبعا احنا بنعمل الاثنين، يعني بنعمل هيلث بروموشن وسبيسيفيك بروتكشن. طيب الهيلث بروموشن يعني معناها ان احنا نعمل رواج للصحه الجيده، نخلي الصحه عند كل الناس كويسه. طيب ازاي نعمل هيلث بروموشن؟ عن طريق هيلث اديوكيشن، ان احنا نعلم الناس ازاي تكون العادات الصحيه. طب في حد هيقول لي طب الهيلث اديوكيشن ده موجود في البرايمورديال، ما انا عشان كده قلت لك ان الـ health education او اللي هو الـ education دي حاجة موجودة يا شباب في الـ primordial وفي الـ primary، تمام. فطالما هي موجودة في الـ primordial والـ primary عادي، يبقى صح، يبقى صح ان انت تقول education في الـ primordial وصح تقول education في الـ primary. بس بالنسبة الـ education بالنسبة للـ primordial هو ده التدخل الاساسي، هو ده الـ main intervention. يبقى لما يسألك في الامتحان ايه هو الـ main intervention for primordial، تقول له ايه، individual and mass education. طب بالنسبه للإديوكيشن في البرايمري هل ده المين؟ لا، مش ده الاساسي، تمام، لان في حاجات تانية معاها اساسيه برضه، وهو ما فضلش حاجه عن حاجه، تمام. طيب فهيلث بروموشن ازاي نعمل رواج صحي؟ ان احنا نعمل هيلث إديوكيشن ونعمل انفايرومنتال موديفيكيشنز، يعني نبدا نعمل تعديلات في البيئه، تمام. وبرضه تعديلات البيئه دي زي ما هي في الهيلث بروموشن ممكن تبقى سبيسيفيك. ليه سبيسيفيك؟ لان احنا مثلا ممكن لو في ناس عايشين قريب من مصنع
نبدأ إن إحنا نخلي المصنع ده ما يطلعش مثلا أدخنة وأبخرة كتير عشان مجموعة الناس دول ما يجيلهمش أمراض معينة، خلاص؟ فالإنفايرومنتال دي زي ما هي موجودة في الهيلث بروموشن هتبقى موجودة في السبيسيفيك، سبيسيفيك يعني معناها مخصصة لناس معينة، تمام؟ طيب، وكمان نيوتريشنال انترفينشنز، إن إحنا نعمل تدخلات غذائية، تدخلات غذائية يعني مثلا نحاول نخلي الأغذية المتوفرة مثلا في الأسواق والناس بتاكلها تكون كلها أغذية مفيدة، ما فيهاش مثلا حاجات تعمل فود بويزنينج أو كده. طيب زي ما دي برضو في الهيلث بروموشن اللي هي تحسين الصحة العامة، تمام؟ برضو موجودة في إيه؟ في تحسين الصحة الخاصة، إن مثلا لو في عمال شغالين في مصنع وبيتغذوا مثلا على وجبات معينة، نحاول إن إحنا نخلي مصدر الوجبات اللي بيتغذوها من مصدر مفيد عشان ما يتعبوش ويعي وكده. فزي ما هي موجوده في الهيلث بروموشن موجوده في الايه، في السبيسيفيك، تمام؟ طيب وهيلث بروموشن هي دي عامه، فعشان كده الهيلث اديوكيشن موجوده في البروموشن بس، لان الاديوكيشن دي حاجه عامه انت بتعلم كل الناس، تمام؟ فعشان كده الهيلث اديوكيشن موجوده في البروموشن مش موجوده في السبيسيفيك، لكن الانفايرومنتال زي ما هي موجوده هنا في الهيلث بروموشن موجوده في السبيسيفيك، والنيوتريشنال هتلاقوها برضو موجوده في السبيسيفيك وهوريكم دلوقتي. طيب واخر حاجه بقى لايف ستايل اند بيهيفيرال تشينجز، ان احنا ايه نغير من ايه، من نمط الحياه. بس هنا بقى حد هيجي يقول لي طب ما هو تغيير نمط الحياه ده كان برايمورديال. اه كان برايمورديال بس في حاله الاطفال، كان خلي بالك بقى ركز، لان انا قلت لك في البرايمورديال في المثال ان احنا بنحاول نغير اللايف ستايل بتاع التشيلدرن بتاع الاطفال، فانت لما تغير اللايف ستايل في التشيلدرن ده كده برايمورديال، لان انت اوريدي طالما عودته من هو طفل على حاجه فخلاص انت قضيت على الريسك فاكتورز من قبل ما تحصل. لكن هنا بقى لما قال لايف ستايل اند بيهيفيرال تشينجز قصده مثلا على الادلت اللي انا حكيت لك قصته، اللي انا قلت لك جه وانت كشفت عليه ولقيت ان عنده سمنه، ده اوريدي عنده سمنه يبقى هو اللايف ستايل بتاعه كان وحش، خلاص كده هو خرج بره البرايمورديال، هو كده ده طلق، لان هو ادلت قدامك وايه وعنده سمنه. فانت ده بقى هتبدا تقول له ايه، لا انت ابدا بقى غير نمط حياتك وهو عنده اوريدي مثلا 18 ولا 19 ولا 20 كده يعني، خلاص. فهنا اللايف ستايل اند بيهيفيرال تشينجز مقصود بيها ايه، مقصود بيها للبالغين او كده، او اوريدي كان عندهم ريسك فاكتور، يعني مثلا ممكن برضو يكون طفل بس ظهر عليه ريسك فاكتور ان هو خلاص بقى مثلا عنده سمنه، خلاص طالما ظهر برضو عنده سمنه يبقى ده دخل برايمري لان الريسك فاكتور حصل، انت ما منعتش الريسك فاكتور نفسه، تمام. طيب كده قلنا الهيلث بروموشن، نيجي بقى للسبيسيفيك بروتكشن. سبيسيفيك يعني معناها ايه، لحاجه معينه او لمجموعه معينه. السبيسيفيك بروتكشن زي الاميونايزيشن اللي هي الفاكسينز والحاجات دي كلها سبيسيفيك، تمام، تبقى معموله لامراض معينه وساعات لمجموعات معينه من الناس وكده. او برضو السيرو بروفيلاكسس، حد فاكر سيرو بروفيلاكسس مثال عليها ايه؟ الباسيف اميونيتي اللي كنت شرحتها لكم قبل كده. قلت لكم الباسيف اميونيتي بندي سيرم والسيرم ده فيه انتي بوديز، فيه اجسام مضاده ضد ايه، ضد مرض معين، عشان الشخص ايه ما يجيلوش المرض ده، لان هيبقى جوه جسمه اجسام مضاده تحارب الايه الامراض، ده اللي هو السيرو بروفيلاكس. طيب والكيمو بروفيلاكس، كيمو بروفيلاكسس دي مقصود بيها ان احنا في ادويه معينه ممكن نديها والادويه دي تحمي من امراض معينه، زي مثلا لو حد كان ايه بيخالط مريض درن، الشخص اللي بيخالط مريض الدرن بنبدا نديله يعني انتي بايوتكس معينه، تمام، عشان الانتي بايوتكس دي تبدا انها تعمله بروفيلاكسس وقايه عشان هو كمان ما يجيلوش ايه درن. فلو استخدمنا الادويه في الوقايه بنسميه كيمو بروفيلاكس. طيب يوز اوف سبيسيفيك نيوترينز اور سبلمنتيشنز، يعني في مجموعه كده من الناس مثلا في وقت معين في حياتها بتحتاج ايه شويه ايه سبلمنتس، مكملات، زي مثلا الامهات في فتره الحمل، الامهات في فتره الحمل حد فاكر كانوا بيحتاجوا اهم مكمل ايه، الفوليك اسيد، تمام. فدي مجموعه معينه بتحتاج ايه مكمل معين، فطالما بتحتاج مكمل معين مش بيحتاجوا بقيه الناس العاديه يبقى ده سبيسيفيك، خلاص يبقى ده مثال على الايه، يوز اوف سبيسيفيك نيوترينز اور سبلمنتيشن. طيب بروتكشن اجينست اوكيوبيشنال هازاردز، يعني لو في ناس معينه شغالين في شغلانه، الشغلانه دي مثلا بيتعرضوا فيها مثلا لاسبستس، نقول لهم بقى يعملوا ايه عشان ما يجيلهمش مثلا برونكوجينيك كارسينوم، ما يجيلهمش سرطان في الرئه. طيب كمان سيفتي اوف دراجز اند فود، وزي ما قلت لكم عشان كده النيوتريشن مره جه هنا ومره ايه هيجي هنا برضو، اللي هي امان الايه، امان الغذاء والايه والادويه، لازم امان الغذاء والادويه يبقى مهم عشان الادويه دي بتاثر زي ما بتاثر على فئات معينه بتاثر على كله برضو، والفودز اللي هي الاكل زي ما بيأثر على فئه معينه بيأثر على الكل، تمام. فعشان كده هنا قال نيوتريشنال انترفينشن وهنا راح قال ايه فود، تمام، اللي هي نفس الحاجه يعني. واخر حاجه كنترول اوف انفايرمنتال هازاردز، ان لو في ناس مثلا عايشين جنب مصنع زي ما قلت لكم والمصنع ده عامل اير بولوشن اللي هو تلوث في الهواء وكده، احنا نحاول بقى ايه نخلي المصنع ده يقلل الابخره والادخنه والكلام ده، تمام. فدي زي ما اتحطت انفايرمنتال هنا
هنا ايه راح قايل لك برضو ايه في السبيسيفيك اللي هي كنترول اوف ايه انفايرمنتال هازارد، ان انت تبدا تعمل تعديلات في البيئه عشان تتحكم في ايه في مخاطر البيئه. طيب نيجي بعد كده يا شباب لحاجه اسمها هاي ريسك استراتيجي، والهاي ريسك استراتيجي دي برضو من الاستراتيجيز اللي هي بتستخدم في البرايمري بريفنشن. تمام، الهاي ريسك استراتيجي دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان احنا بنبدا نحدد افراد معينين من المجتمع، تمام، والافراد دول بيكون عندهم هاي ريسك فاكتورز. هاي ريسك فاكتورز يعني عندهم عوامل خطر كتير ونسبه حدوث المرض عندهم اعلى، بس لسه المرض ما حصلش. تمام، يبقى الهاي ريسك استراتيجي دي استراتيجي تبع ايه؟ تبع البرايمري بريفنشن، تبع الايه الوقايه اللي هي ايه الابتدائيه. تمام، طيب والهاي ريسك استراتيجي دي فكرتها ايه؟ بيقول لك هاي ريسك استراتيجي ايمز تو برينج بريفنتيف كير تو انديفيدوالز ات ايه سبيشال ريسك، الناس اللي هم عندهم خطوره معينه او ريسك فاكتور عالي، عندهم اسباب كتير والاسباب الكتير دي ممكن تؤدي لحدوث المرض عندهم، بنبدا ان احنا نعمل لهم بريفنتيف كير. بريفنتيف كير يعني نبدا نقدم لهم عنايه او رعايه، والرعايه دي تكون ايه بريفنشن، زي مثلا الناس اللي كانوا شغالين في مصنع الاسبستوس، دول بقى نبدا نعمل لهم هيلث اديوكيشن كده كويس، ونعلمهم الاسبستوس ده مخاطره ايه ويتعرضوا ليه بكميه قد ايه، ونبدا بقى نكشف ونشوفهم ايه اخبارهم كده. خلاص، فده كده اسمه الايه الهاي ريسك استراتيجي. بيقول لك this requires detection for individuals at high risk by the optimum use of a clinical a methods، يعني الهاي ريسك استراتيجي دي الاستراتيجيه دي عشان نطبقها بنبدا نعمل detection، بنتعرف على الافراد اللي هم ايه تحت خطر، هاي ريسك عندهم عوامل الخطر عاليه شويه، لسه المرض ما حصلش بس الاسباب موجوده. تمام، وده عن طريق ان احنا بنستخدم ايه طرق كلينيكيه وبنستخدمها بشكل اوبتيمم اللي هو بالشكل الافضل او الشكل المثالي. طيب نيجي بقى للسكندري بريفنشن، وسكندري بالاس يبقى ايه سكريننج تيستس. السكندري بريفنشن بيقول لك it is defined as action which halts the progress of a disease. كلمة halts معناها يوقف، انك توقف الايه المرض قبل ما يتقدم. progress يعني قبل ما يتقدم. يبقى في الامتحان ممكن يجيب لك دي برضو في السؤال، يقول لك action which halts the progress of a disease، يعني فعل بيوقف المرض من قبل ما يتقدم، يبقى already في مرض حصل، يبقى معنى كلمة halts the progress يعني يوقف المرض من تقدمه، كلمة progress يعني من تقدمه، يبقى معناها المرض حصل وهو already في نقطة البداية، بس احنا بقى مش عايزينه يوصل ايه لنقطة النهاية. يبقى ده secondary prevention، ان احنا بنعمل افعال تعمل halting للديزيز، halting للديزيز انها ايه توقف الايه التقدم بتاع المرض. at its incipient stage، كلمة incipient يعني توقف المرض عند مراحله الأولية، يعني المرض لسه في مراحله الأولية، احنا نوقفه بقى في الانسيبيانت اللي هي المراحل الأولية، ونمنع الايه الكومبليكيشنز، لأن لو بقى فيه كومبليكيشنز كده احنا دخلنا فين يا شباب؟ دخلنا في التيرشري بقى، دخلنا في الليت ستيج. تمام، يبقى احنا في السكندري، احنا لسه في الايرلي. طيب السبيسيفيك انترفينشنز بقى، ايه الانترفينشنز بتاعت السكندري؟ ايرلي دايجنوسيس زي ما قلت لكم. يبقى في الامتحان سكندري يعني معناها ايرلي دايجنوسيس، تشخيص من بدري. طب اعمل ازاي تشخيص من بدري؟ سكريننج تيستس زي ما قلنا، سكندري سكريننج تيستس، وعن طريق الكيس فايندنج بروجرامز، دي كده برامج بتتعمل وبيبقى هدفها انها ايه تدور على الحالات، تقعد تعمل فحوصات كده عشوائيه للناس، مثلا نفحص ده، نفحص مستوى السكر عنده، نفحص ده، نشوف ضغط دمه، وهكذا، عشان ايه نشوف مثلا لو في حد عنده مرض نكتشفه ايه من بدري، اللي عنده سكر نكتشفه، اللي عنده ضغط نكتشفه، وهكذا. طيب secondary prevention attempts to arrest the disease process، بيقولها لك بقى بطريقه ثانيه، بيقول لك ايه بيبقى هدف السكندري بريفنشن انه يعمل arresting يعني يوقف المرض من ايه، من انه يكمل في الايه في البروسيس بتاعته، يكمل في العمليه بتاعته. يعني هو اوريدي خلاص الشخص جاله المرض والمرض بقى شغال بروسيسنج دلوقتي، بروسيسنج يعني عمال يعمل عمليات في جسم الشخص عشان ايه يزود حده المرض اكتر، لا احنا عايزين بقى نعمل arrest للموضوع ده، نوقف المرض ايه في مراحله الاوليه. طيب ونعمل كمان ريستور هيلث، ومعنى كلمه ريستور يا شباب يعني نرجع للشخص صحته، معنى ان احنا نرجع له صحته، يبقى هو اوريدي صحته ايه حصل فيها مشاكل، يبقى لما تشوف ريستور هيلث يبقى انت اكيد دخلت في مرحله الايه السكندري بريفنشن. طيب وده عن طريق ان احنا سيكينج اوت ان ريكوجنايزد ديزيز اند تريتينج ات بيفور الريفرسبل ايه باثولوجيكال تشينجز تيك بليس، ان احنا بندور على الامراض الان ريكوجنايزد اللي هي الامراض اللي هي عند ناس بس الناس مش عارفينها، ان ريكوجنايزد يعني هو مش عارف، هو ماشي وحاسس سليم وزي الفل وما عليهوش اي اعراض فحاسس ان هو زي الفل، فاحنا بقى بنديتكت الان ريكوجنايزد ديزيز، المرض اللي لسه ما تعرفش ولسه ما بانش على الشخص، ونبدا نعالجه قبل ما المرض ده بقى يقلب لحاجه اسمها irreversible pathological changes، قبل ما يقلب ان هو يبقى مرض irreversible ويعمل تغيرات
التغيرات دي تغيرات مرضية لا يمكن إصلاحها، irreversible يعني لا يمكن إصلاحها، لأنه لو عمل تغيرات مرضية لا يمكن إصلاحها كده خلاص إحنا ما بقيناش في السكندري، إحنا دخلنا في الإيه، في الترشري، لأن زي ما قلت لكم ترشري تساوي كلمة irreversible، يعني حصل المرض والمرض ده عمل تغيرات لا يمكن إصلاحها، تمام، اللي هي تساوي كلمة complications بقى. طيب والسكندري بريفنشن ده بقى بيعمل حاجة جامدة قوي يا شباب، reverse communicability of infectious disease، يعني لو في مرض معدي في المجتمع والمرض ده بدأ ينتشر احنا نديتكت الحالات من بدري، زي مثلا كوفيد 19 اهو ده مرض معدي، احنا بقى لو عملنا سكندري بريفنشن هنلحق ايه نجيب الحالات اللي ايه اللي عندهم كوفيد 19 ونبدأ بقى نعمل لهم كورنتين، نبدأ بقى نعزلهم، نعزلهم كلهم، فلما هنعزلهم كلهم احنا كده عملنا ريفرسنج للكوميونيكابيلتي، ريفرسنج للكوميونيكابيلتي يعني قللنا من ايه من انتشار المرض. فالسكندري بريفنشن من الحاجات الحلوه اللي بيعملها برضو انه ايه ريفرس كوميونيكابيلتي اوف انفكشوس ديزيز اللي هي الامراض المعديه، بيقلل من ايه من انتشارها. طيب الايرلي دايجنوز يا شباب اللي هي قايم عليها السكندري بريفنشن، يعني السكندري بريفنشن كل فكرته انه يعمل تشخيص بدري. يعني ايه بقى التشخيص بدري؟ يعني عايزين كده ديفينيشن، والديفينيشن ده نقدر نستخدمه عشان لما نبص على كيس معينه نقول الكيس دي فعلا اتشخصت بدري ولا ايه ولا اتشخصت متاخر. اللي ساعدنا بقى في الموضوع ده ال WHO Expert Committee اللي هي لجنة الخبراء في منظمة الصحة العالمية في سنة 1973 حطت definition لكلمة early diagnose عشان بقى تقول على الحالة دي فعلا اتعمل لها early diagnose ولا لا، اتشخصت من بدري ولا لا. فال WHO قالت ايه بقى؟ قالت ان الامراض لما بتحصل في الجسم، اي مرض بيحصل في الجسم بيأثر على الهوميوستيزيس والكومبنساتوري ميكانيزمز بتاعت الجسم. يعني ايه؟ يعني بيأثر على التوازن الجسم، هوميوستيز ده اللي هو توازن الجسم، بيأثر على توازن الجسم والايه والميكانيزمات التعويضيه اللي جوه الجسم. يعني ايه الميكانيزمات التعويضيه اللي هي كومبنساتوري ميكانيزم اللي هي الاليات التعويضيه؟ الجسم بتاعنا مش على حاله واحده يا شباب، الجسم بتاعنا بيتغير كل شويه. يعني مثلا انت لما تجري، واحده من الميكانيزمات التعويضيه في جسمك ان القلب نبضاته تبقى سريعه، ليه؟ عشان يضخ الدم للرجلين والايدين عشان تقدر تعمل ايه مجهود اكتر. فده مثلا واحدة من الايه من الاليات التعويضية اللي ربنا خلقها في جسمك، ودي فيسيولوجيكال حاجات طبيعية كلها. فالمرض بقى بيأثر على الفسيولوجي الطبيعي ده، يبقى اي مرض في الدنيا هيأثر على الهوميوستيزيس والكومبنساتوري ايه ميكانيزمز اللي هو توازن الجسم والاليات التعويضية. طب المرض بقى هيأثر ازاي على الحاجتين دول؟ ازاي المرض يبوظ توازن الجسم ويأثر على الاليات التعويضية؟ من خلال ان هو بيعمل تغيرات بقى في الجسم. ايه هي التغيرات دي؟ ممكن التغيرات دي تبقى بايوكيميكال، بايوكيميكال يعني مثلا يأثر على عنصر البوتاسيوم في الجسم، يأثر على مستوى السكر في الدم، يأثر على مستوى اليوريا في الدم، كل دي تغيرات بايوكيميكال ممكن تعملها امراض معينة، او مثلا يأثر على مورفولوجي العضو، مورفولوجي العضو يعني يغير مثلا شكل العضو، الهيستولوجي بتاعه زي الليفر سيروزز مثلا، بيغير الهيستولوجي بتاع الليفر تماما. مثلا في امراض تأثر على الفانكشن بتاعت العضو، زي مثلا امراض تاثر على وظائف الكلى. خلاص، فالامراض بتعمل تغيرات، والثلاث تغيرات انا قلتهم اللي هم البايوكيميكال والمورفولوجيكال والفانكشن، وفهمنا معنى كل كلمه ايه. الثلاث تغيرات دول اللي بتعملهم الامراض هي التغيرات دي اللي بتاثر على توازن الجسم والايه والاليات التعويضيه. طيب قال لك بقى ال WHO قالت لك خلاص دلوقتي انت عرفت الثلاث تغيرات البايوكيميكال والمورفولوجيكال والفانكشنال، لو انت تقدر تصلحهم خلاص يبقى انت كده شخصت الحالة دي بدري. طالما تقدر تصلحهم وترجع الجسم للتوازن بتاعه تاني، ترجعه زي ما كان زي ما ربنا خلقه، يبقى انت كده ايه شخصت الحالة دي ايه بدري. تمام، يبقى ال WHO قالت ان احنا بنعمل ديتكشن، يعني في الامراض بنديتكت الايه الديستربنسز اوف هوميوستاسيس اند كومبنساتوري ميكانيزم، يعني بنشوف الناس اللي حصل عندهم ايه خلل في التوازن او في الاليات التعويضيه. تمام، والخلل ده حصل بسبب بايوكيميكال او مورفولوجيكال او فانكشنال تشينجز. طالما هي ستيل ريفرسبل، ودي بقى اهم كلمه في الديفينيشن، طالما التغيرات اللي حصلت الثلاث تغيرات دول لسه ريفرسبل يعني نقدر نعدلهم او نقدر نصلحهم بحيث الجسم يرجع لطبيعته اللي كان عليها، يبقى خلاص يبقى انت كده عملت ايه ايرلي دايجنوز. لكن لو التغيرات اللي حصلت دي سواء بايوكيميكال او مورفولوجيكال او فانكشنال، والتغيرات دي بقت irreversible، لو بقت irreversible يبقى انت كده ما عملتش early diagnosis، يبقى انت كده خرجت من مرحلة الايه التشخيص اللي بدري. تمام، فعشان نعمل تشخيص بدري يا شباب لازم تكتشف المرض في ايه في المراحل اللي هو لسه التغيرات اللي عملها تقدر تصلحها. تمام، عشان ترجع الجسم للهوميوستيزيس الطبيعي بتاعه، ترجع الجسم للتوازن الطبيعي بتاعه. لو جيت بقى تربط الكلام كله ببعض هتلاقي ان انا شرحت الكلام ده فوق برضه. الايرلي دايجنوسيس هي فكره السكندري بريفنشن،
اللي هي ايه، اللي هي معناها ان احنا بنشخص الحاله بدري في ايه، في الايرلي ستيج اوف ديزيز. انا قلت الكلام ده فوق، قلت لك الايرلي ستيج اوف ديزيز يعني معناها المرض وهو لسه التغيرات بتاعته ريفرسابل. ريفرسابل يعني نقدر ايه نرجعه لاصله تاني، تمام؟ بس يبقى سكندري بريفنشن في الايرلي ستيج اوف ديزيز، ايرلي دايجنوسيس، وفهمنا الديفينيشن عن طريق الايه الدبليو اتش او. بعد كده بيقول لك معلومه بسيطه: the earlier the disease is diagnosed and treated the better it is for a for prognosis of the case. يعني كل ما الحاله اتشخصت واتعالجت من بدري كل ما تحسنها البروجنوز بتاعها، كل ما تحسنها ايه هيكون افضل. ماشي، ودي معلومه منطقيه. وبيقول لك كمان لما تعالج الحاله من بدري انت كده بتحميها، بتعملها بريفنشن، يعني بتحميها من ان يحصل لها ايه سكندري كيس. سكندري كيسز يعني يحصل لها ثانويات. يعني مثلا لو عالجت واحد مثلا وكان عنده تيومر، تمام، فانت عالجته من بدري واستأصلت مثلا التيومر ده لو كان محتاج استئصال يعني، فانت كده بتحميه من ان التيومر ده مثلا يعمل سكندري ميتاستيزس لمكان تاني مثلا، تمام؟ فانت كده حميته ايه من اوكيرنس اوف ايه اوف اذر سكندري كيس. بعد كده شباب التيرشري بريفنشن، والتيرشري بريفنشن ات از يوزد وين ذا ديزيز بروسيس هاز ادفانسد بيوند اتس ايه اتس ايرلي ستيجز. يعني التيرشري بريفنشن بنبدا بقى نقول ان ده تيرشري لما يكون المرض عدى ادفانسد بيوند، يعني عدى ايه مراحله الايه الايه اللي هي في البدايه الايرلي ستيجز، يعني خلاص بقت الحاله irreversible. الباثولوجيكال تشينجز التغيرات المرضيه irreversible لا يمكن اصلاحها. طالما بقى لا يمكن اصلاحها يبقى احنا كده عدينا الايه الايرلي ستيج، دخلنا ايه تيرشري بريفنشن. يبقى it is defined as all the measures، يعني كل الايه الاجراءات اللي هي اللي احنا بنعملها. طب بنعملها ليه؟ to reduce or limit impairments and disabilities and to promote the patient's adjustment to ايه to irreversible conditions. يبقى هي كل الاجراءات اللي احنا بنعملها او كل الافعال اللي احنا بنعملها عشان نقلل reduce or limit، نقلل من ايه بقى؟ نقلل من impairments و disabilities. وكلمه impairment يا شباب يعني معناها تلف، وديسابيليتي يعني معناها عجز، وهنعرف دلوقتي كلمه impairment ايه الديفينيشن بتاعها وديسابيليتي ايه الديفينيشن بتاعها. بس طالما شفت كلمه impairment وديسابيليتي تعرف ان انت جوه كاتيجوري الايه التيرشري، تعرف ان انت كده بقيت تيرشري خلاص. ليه؟ يعني كلمه impairment يعني تلف، يعني في عضو فقد او الوظيفه بتاعته ما بقتش خلاص زي الاول ولا يمكن اصلاح كده، يعني خلاص مش عارفين نصلحه بقى، فدي كده اسمها impairment. يبقى ما تشوف كلمة impairment يبقى ده معناها ان دي حاجة irreversible. irreversible يعني لا يمكن صح، زي مثلا واحد فقد بصره خلاص ده كده irreversible، خلاص فقد عينيه خلاص هنصلح له الوضع ده، يبقى ده كده tertiary، تمام؟ فلما تشوف كلمة impairment و disability خلاص يبقى انت كده ده ايه irreversible. الهدف بقى يا شباب ان احنا نعمل لهم promote the patient adjustment، يعني نحاول نخليهم بقى يتعودوا، يعني نبدأ مثلا ايه ممكن نعمل لهم علاجات معينة، ممكن نحاول مثلا ايه نحسن من نظرة المجتمع، نحاول نعمل بقى نديهم مثلا وظائف معينة. الحاجات دي كلها عشان بنحاول نخليهم يتعودوا على التغيرات الايه الايرريفرسبل دي. يعني هو حصل لهم تغيرات مثلا معينة، زي مثلا واحد خلاص ما بقاش بيشوف، بقى بلايند، اعمى. طيب احنا بقى عايزينه ان هو ايه يعرف يمشي لان هو خلاص بقى اعمى، فهيمشي يخبط في كل حاجة حواليه. طب ده نساعده ازاي؟ نديله عصاية، تمام، زي العصايه اللي هم بيمشي بيها الناس البلايند، ونبدا نعلمه ازاي يستخدمها عشان وهو ماشي ما يتخبطش في حاجه. فكده انا بحاول اعمل له ادجستمنت. ادجستمنت يعني بحاول اعوده على الايه على الكونديشن اللي هي عنده، الحاله اللي هي عنده الايرريفرسبل اللي احنا مش عارفين نصلحها له. الطب خلاص انت حالتك ايرريفرسبل ومش عارفين ايه نصلحها. طيب intervention that should be accomplished in the stage of tertiary prevention or disability limitation and rehabilitation. بيقول لك بقى ايه الكلمات، ايه هي الكي ووردز المرتبطه بالتيرشري، ايه هي بقى الكي ووردز المرتبطه بالتيرشري؟ اشوف كلمه impairment اعرف ان دي تيرشري، اشوف كلمه disability اعرف ان دي تيرشري، تمام، اشوف كلمه handicap اعرف ان دي ايه تيرشري، اشوف كلمه rehabilitation اعرف ان دي برضو ايه تيرشري. كلمه rehabilitation يعني معناها اعاده اصلاح، يعني حد حصل له complication واحنا بقى ايه بنحاول نعمل ايه اعاده اصلاح. وكلمه complication يعني معناها irreversible، يعني خلاص مش عارفين ايه نصلح حالته بالطب. طيب ايه هي مراحل التيرشري بريفنشن يا شباب؟ لازم التيرشري بريفنشن يبدا بديزيز مرض، بس لو بدانا بالمرض ولسه في مرحله المرض يبقى احنا سكندري بريفنشن. امتى بقى نبقى تيرشري؟ نبقى تيرشري لو المرض ده اتطور وقلب ايه impairment. impairment اللي هو التلف، والتلف ده حاجه irreversible يا شباب، حاجه لا يمكن اصلاحها. فخلاص طالما لا يمكن لانها في جسمك فعشان كده يمكن اصلاحها. فطالما حصل impairment وهنعرف الimpairment ده ليه irreversible دلوقتي. فطالما حصل impairment يبقى انت كده ايه تيرشري، عشان كده قلت لكم كلمه impairment من الكي ووردز بتاعت التيرشري اللي هو التلف.
طيب الامبيرمنت ده ممكن يتطور ويقلب ديسابيليتي اللي هو عجز، وانا بقول عجز مش عجز، العجز ده اللي هو ايه، ان الشخص ما يقدرش يعمل حاجه معينه، ده العجز. انما العجز ده اللي هو الايجينج، ده حاجه تانية بقى خالص، مالناش دعوه بالايجينج دلوقتي. طيب الديسابيليتي ساعات تقلب برضو تتطور وتقلب تبقى ايه، هانديكاب اللي هي اعاقه. وساعات الامبيرمنت نفسها على طول تتطور تبقى هانديكاب عادي. تمام، طيب تعالوا بقى ايه، طبعا الثلاث كلمات دول impairment و disability و handicap الثلاثه دول حاجات irreversible، فعشان كده بيتحطوا تيرشن. تعالوا بقى نمسك كل كلمه كده منهم ونفصلها عشان ايه نفهم القصه كلها. نبدا الاول بال impairment. في امراض يا شباب ساعات تتطور والمرض ده يخليك ان انت تفقد عضو معين، يحصل لك loss في organ معين، او يحصل لك abnormality في الوظيفه بتاعته، ان العضو ده يبقى شغال بشكل مش طبيعي. فالتلف اللي هو الامبيرمنت ده معناها فقد، وفقد ده خلاص ده حاجة irreversible، يعني خلاص انت الحاجة اللي بتفقدها خلاص من جسمك مش هتتعوض، فعشان كده بنعتبره انه irreversible. فبيقول لك اي فقد او abnormality، abnormality يعني العضو اللي كان شغال طبيعي يقلب بقى يبقى مش طبيعي خلاص ومش عارفين نرجعه، فعشان كده برضو الامبيرمنت يعتبر ايه، irreversible. ادينا فهمنا بقى السبب اهو، فالامبيرمنت لوس او ابنورماليتي، خلاص عرفنا الكيورد بتاع كلمه امبيرمنت اللي هي فقد او ايه، او ان العضو يبقى شغال بشكل مش طبيعي. طيب على المستوى الايه، على المستوى السايكولوجيكال اللي هو النفسي لو المشكله جايه من البرين، وعلى المستوى الفسيولوجيكال، والفسيولوجيكال دي بقى عامه كل الفسيولوجي بتاع الجسم، وعلى المستوى الاناتوميكال اللي هو التشريح، ان مثلا في امراض معينه بتاثر على الاناتومي بتاع العضو، زي مثلا البرونكياكتس بيأثر على الاناتومي بتاع اللنج، وهكذا في تيومرز مثلا لما تطلع في اماكن معينه تاثر على الاناتومي بتاع المكان. بس وفي الاخر راح يقول لك structure or function، يعني قصده بيها وظيفه العضو والهيكل بتاع العضو اللي هو الايه الاستراكشر. فلو فقدت الحاجات دي او حصل فيها abnormality، تمام، يبقى ساعتها بنسمي ده ايه، تلف impairment. طيب ساعات التلف يحصل ويقف عند المرحله دي، وساعات بقى يقلب على المرحلة التانية يتطور ويقلب بإيه؟ بديسابيلتي اللي هو عجز. طب يعني إيه العجز يا شباب اللي هو ديسابيلتي؟ العجز ده معناها any restriction or lack of ability، يعني معناها إن فقدان القدرة. طب فقدان القدرة على إيه؟ فقدان القدرة إن أنت تعمل الأكتيفيتيز اللي هي النشاطات، تمام؟ بالشكل اللي الناس العادية إيه؟ بتعمله. لأ بالراحة بقى واحدة واحدة كده، عايزين مثال على impairment يقلب إيه؟ ديسابيلتي. وعايزين مثال على impairment يفضل زي ما هو impairment عشان نفهم الدنيا. طيب نبدأ الأول ب impairment يقلب بديسابيليتي، اللي هو شخص مثلا فقد عينين الاتنين فبقى أعمى، خلاص. فكده الأول هو طالما فقد عينين الاتنين يبقى هو حصل له loss. loss فين؟ في التو ايز، عينين الاتنين راح، فكده حصل له impairment. طيب ال impairment بقى اللي حصل له اللي هو العمى اللي حصل له ده خلاه ان هو ما بقاش يعرف ايه، يقرا الكتب زي الناس العادية. الناس العادية بيقروا الكتب عادي ما فيش اي مشكلة، لكن هو بقى ما بقاش يعرف ايه، بقى يعجز عن قراءة الكتاب، فكده ال impairment بتاعته اتطورت بقت ايه، بقت disability. ليه؟ لان الحاجات اللي الناس العادية اللي هي normal for the human being، الحاجات اللي بالنسبة للناس التانية عادية بقت بالنسبة له هو ايه، مش عادية، ما بقاش بيعرف يعملها، ما بقاش يعرف يعملها بريفورم، يعني ما بقاش قادر يعرف يعملها زي الايه، الشخص الطبيعي. تمام، يبقى ده كده impairment قلب بايه، قلب بديسابيليتي. طيب نيجي بقى لايه، لامبيرمنت ما قلبش ديسابيليتي، زي مثلا واحد يفقد السمع في الودن اليمين بس الودن الشمال شغاله، فهو الحمد لله لسه بيسمع، ولو حد كلمه هيتكلم معاه عادي. ما بقاش يسمع الصوت لو جاي من بعيد، بس لسه قادر ان هو يتكلم ويسمع الناس عادي، لان في ودن من الاتنين ايه، شغاله. يبقى هو حصل له impairment، هو اوريدي فقد ودن، تمام، بس الودن التانية اللي شغاله الحمد لله ما خليتوش يبقى ايه، عنده disability اللي هو عجز. فهمتوا الفكره ازاي؟ فده مثال على ايه، impairment، وفضل impairment زي ما هو. الاعاقه بقى يا شباب اللي هي الهانديكاب، والاعاقه دي يا شباب حاجه مجتمعيه ونسبيه. لا يعني عايزين نفهم بقى يعني ايه مجتمعيه ونسبيه، يعني عايز اقول لك ان في شغلانات معينه بالنسبه لهم انت معاق، وشغلانات تانية بالنسبه لهم انت سليم، وفي مجتمعات بالنسبه لهم انت معاق ومجتمعات تانية بالنسبه لهم انت سليم. لا لا احنا كده ايه، حاسين ان المعلومات بايظه ازاي، يعني انا دلوقتي مثلا واحد رجلي الاتنين مقطوعين، ازاي ابقى شغلانات بالنسبه لهم معاق وشغلانات تانية بالنسبه لهم مش معاق؟ هقول لك ازاي بقى. طبعا اي حد عنده اعاقه المفروض ان هو ايه، ما بيشتغلش، ده اللي انت فاكره، بس في الحقيقه لا،
الإعاقات الناس دول برضو بيشتغلوا، بس بيبقى ليهم مثلا شغلانات معينة أو حسب الإعاقة بتاعته. يعني إيه مثلا؟ اللي رجليه الاتنين مقطوعين دول، هل ده مثلا ينفع يشتغل طيار ويسوق طيارة؟ ما ينفعش طبعا. طيب هل ده مثلا ينفع يشتغل موظف في مصنع ومحتاج يطلع وينزل ويشيل ويحط؟ أكيد ما ينفعش. طيب هل ده ينفع يشتغل كول سنتر ويقعد على مكتب ويكلم الناس؟ اه ينفع. ليه؟ لانه مش محتاج رجله في حاجة. هيحتاج رجله في ايه؟ ما هو الحمد لله بيسمع وشايف وبيتكلم، فمش محتاج رجله في حاجة، وهيروح الشغل عادي على الكرسي ابو عجل بتاعه، وهيقعد على المكتب قدام الكمبيوتر ويرد على مكالمات الناس. تمام؟ يبقى كده الراجل اللي هو رجليه الاتنين مقطوعين بالنسبة لشغلانة الطيار بيعتبروه هناك ان هو معاق، يقولوا لا انت معاق مش هينفع نقبلك تشتغل عندنا. طيب بالنسبة اللي هو المصنع بيقولوا له برضه انت معاق مش هينفع نقبلك تشتغل، لان احنا عندنا العمال بيطلعوا ينزلوا ويشيلوا ويحطوا، وانت ولا هتشيل ولا هتحط. لكن بالنسبة بقى لشغلانة الكول سنتر لا، يقبلوه يقولوا له لا انت مش معاق ولا حاجة بالنسبة لنا. اه انت مع رجليك الاتنين مفقودين، بس بالنسبة لنا انت مش معاق، لان انت هتقدر تأدي الوظيفة اللي احنا طالبينها منك بشكل كويس. ففهمتوا الفرق ازاي؟ طيب حتى الموضوع ده مجتمعيا بيختلف من ثقافة لثقافة تانية. يعني مثلا في ثقافات مثلا عندهم ايه؟ عندهم ان الشخص اللي هو الاعمى ده تمام عادي ممكن يقرا ويتعلم ويبقى ياخد دكتوراه وماجستير وكل حاجة عن طريق اللي هي قراية، اللي هي بالطريقة البرايل دي مثلا. وفي مجتمعات تانية عندهم الاعمى ده خلاص هو فعلا هانديكاب، اعمى بقى ولا بيتعلم ولا اي حاجة ولا بياخد شهادات. فموضوع الهانديكاب اللي هي الاعاقة دي حاجة متعلقة بالكوميونيتي، اللي هي متعلقة بالمجتمع، وبتعتمد على السن والسكس الايه اللي هو ميل ولا فيميل، والسوشال اللي هو الحالة الاجتماعية، والايه والكالتشر اللي هو الثقافة، ثقافة المجتمع اللي انت عايش فيه. يبقى مثلا في وظائف مثلا يكون فيها اعاقة الست تخليها انها ما تشتغلش، وفي وظائف اعاقة الراجل تخليه ان هو ما يشتغلش. فهمتوا الفكرة ازاي؟ فعشان كده الهانديكاب هو بيقول لك ايه؟ الهانديكاب في الاول دي تعتبر disadvantage. disadvantage يعني عيب، تمام؟ والعيب ده بيكون فيك انت، والعيب ده بيخليك ان انت بيليمت او بريفنت ذا فولفيلمنت اوف ا رول ان ذا كوميونتي، يعني بيخليك مش قادر تأدي دورك في المجتمع، تمام؟ عشان كده قلت لكم هي حاجة مجتمعية، يعني لأنها حاجة متعلقة بالوظائف وكده يعني أكتر. بس فهي دي فكرة الهانديكاب. طب الهانديكاب دي ممكن تحصل بقى بسبب ايه؟ ممكن تحصل بسبب impairment او disability. في impairment تعتبر هانديكاب على طول، وفي disability تعتبر هانديكاب. مثال على كده، مثلا قلنا من امثلة الايه ال impairment مثلا، يعني في ال impairment ممكن واحد مثلا يفقد عينه الشمال، بس الحمد لله عينه اليمين شغالة، فهو كده يعتبر impaired. بس ليه؟ لانه شايف بالعين اليمين، فهو كده ما بقاش عاجز. ما احنا قلنا العجز يعني ايه؟ ان هو ما يقدرش يعمل الحاجات اللي الناس العاديه بتعملها، ده الديسابيليتي. لكن الحمد لله هو عنده عين شغال، فطالما في عين شغاله فهو شايف بيها، فعنده فيجن، تمام؟ يبقى هو كده امبيرد بس. طيب هل ده بقى ينفع يروح يشتغل طيار؟ ما ينفعش. لازم انت عشان تشتغل طيار العين اليمين والشمال شغالين زي الفل 100% 6 على 6. يبقى الامبيرمنت هنا خليته ايه؟ handicapped. يبقى ساعات ال impairment تخليك handicap على طول. عشان كده هنا في ال definition قال لك ايه؟ resulting from an impairment. طيب هل في disability تخليني handicap؟ طبعا اه في disabilities تخليك handicap، زي مثلا لو انت فقدت رجليك الاتنين، خلاص انت كده بقى عندك عجز في المشي، ما تقدرش تمشي زي الناس الطبيعية، خلاص. طيب هل ينفع بقى لو انت عندك disability انك تروح تشتغل في مصنع؟ ما ينفعش، هم عايزين واحد بيتحرك وبيطلع وبينزل وبيشيل. فكده الديسابيليتي خلتك ايه؟ هانديكاب، تمام؟ وايه الفرق ما بين ديسابيليتي وهانديكاب؟ ديسابيليتي دي مش حاجه مجتمعيه يا شباب، ديسابيليتي دي ما فيهاش كلمه كوميونتي. الديسابيليتي دي فكرتها ان انت ما بتعرفش تعمل اكتيفيتي، نشاط معين من النشاطات اللي الناس العاديه بتعملها. لكن بصوا بقى هانديكاب، هانديكاب قال لك رول، رول يعني دور، يعني وظيفه، شغلانه، اي حاجه بقى، تمام؟ فالهانديكاب دي بيقول لك انها ديس ادفانتج، عيب، تمام؟ والعيب ده ممكن يكون حصلك من امبيرمنت او ديسابيليتي، وفهمتكم ليه مره قالها كده ومره قالها كده، تمام؟ وده بيمنعك من ان انت تأدي دورك فولفيلمنت اوف ا رول ان ذا كوميونتي، من ان انت تأدي دورك في المجتمع. والدور ده طبيعي بالنسبه لبقيه الناس، يعني مثلا
الشخص اللي هو الاعمى ده اللي هو ما بيتعلمش، بقيه الناس عادي في نفس عايشين معاه في نفس المجتمع وبيتعلموا عادي، بس هو مثلا ما بيتعلمش. طبعا الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي خلاص كله بيتعلم، الاعمى واللي مش أعمى كله بيتعلم. لكن زمان مثلا نتيجه ان الثقافه كانت مختلفه، فكان الشخص الاعمى ما كانش فيه طريقه برايل ولا كان فيه حاجه تساعده، فخلاص لا ما بيأديش دور في المجتمع، ما بيتعلمش فما بياخدش شهادات، ما حدش بيشغله، هيشغلوه في ايه؟ تمام. فعشان كده الموضوع برضو بيعتمد على ايه، الكالتشرال، الحاجات الثقافيه والايه واللي هي الاجتماعيه السوشيال، وكمان بيعتمد على العمر برضو، اللي هي الهانديكاب ده جاي لك في انهي سن. مثلا لو جه في سن مثلا طفل صغير، طب ده مش هيأدي اي دور خلاص، لكن لو كبير شويه ممكن مثلا نلاقي له شغله نشغله فيها، فساعتها ما يبقاش هانديكاب بالنسبه للشغلانه دي. يعني دي امثله وافكار يعني بقولها لكم. وساعات زي ما قلت لكم برضو بيعتمد على السكس، يعني في مثلا الميل لو جات له مثلا هاندي كابس معينه ممكن تمنعه من شغلانات معينه بس تفتح له شغلانات تانية، ونفس الكلام في الفيميل برضو. تمام. طيب نيجي بقى لايه، للريهابيليتيشن. وريهابيليتيشن يعني معناها اعاده اصلاح. طيب اعاده الاصلاح دي بنستخدم فيها ايه؟ بنستخدم فيها اجراءات، الاجراءات دي بتكون اجراءات طبيه ومجتمعيه واديوكيشنال تعليميه وفوكيشنال، يعني ايه وظيفيه. يبقى احنا بنستخدم الاربع اجراءات دول وبنستخدمهم بشكل كومبايند اند كوردينيتد، يعني بنستخدمهم مجتمعين مع بعض، كومبايند يعني مجتمعين مع بعض، وكوردينيتد يعني بشكل ايه منسق. بنستخدم الاربعه دول مجتمعين مع بعض وبشكل منسق عشان نعمل تريننج تدريب لايه، للافراد، عشان خاطر نعمل لهم ريتريننج. يعني ايه؟ يعني كمان برضو اعادة تدريب، يعني بندربهم ونعيد تدريبهم، وفي نفس الوقت بنرجعهم ايه للهايست بوسيبل ليفل اوف فانكشنال ابيليتي، يعني بنرجعهم لاحسن حاجة هم كانوا بيقدروا يعملوها قبل الايه، قبل العجز او الاصابة او التلف او الاعاقة دي. تمام. وكلمة هي دي المفروض يا شباب اعتقد بدل ار تتشال الار هنا، تبقى اسمها ريتينينج. كلمة ريتين بالانجلش يعني ترجع حد زي ما كان، يعني هو قبل ما تحصل له، قبل ما تتبت الرجلين الاتنين، كان مثلا شغال شغلانة معينة وكان بيأديها بشكل كويس. تمام. فبعد ما اتبطرت الرجلين الاتنين برضو انت هتبدأ تعمل له حاجات ميديكال، هتقدم له اجراءات طبية، وكمان هتقدم له اجراءات تعليمية ان هو تعلمه ازاي يستخدم مثلا الكرسي المتحرك، او لو هتركب له اطراف صناعية تعلمه ازاي يستخدم الاطراف الصناعية، وكمان تحاول تقدم له مثلا وظائف معينة يقدر يشتغلها عشان يؤدي دوره في المجتمع، والوظائف دي تناسب الحالة بتاعته. تمام. فانت كده بتعمل له ايه، ريتين يعني بترجعه تاني. ولو هو مثلا عنده برضو مشاكل سوشيال اجتماعية، بتبدأ ان انت تصلح المشاكل الاجتماعية دي، لان الشخص لما بيبقى هانديكاب وحصل عنده اعاقة مثلا او حاجة، ساعات هو بيحس بمشاكل اجتماعية في التعامل مع الناس. هو حاسس ان هو مثلا رجليه الاتنين مبطورين، شكله مش طبيعي، ايديه مبطورة، في حاجة غريبة في شكله، وشه حصل فيه حاجة، فساعات دي بتعمل مشاكل اجتماعية، فأنت بتحاول تصلح حتى الموضوع ده برضو. تمام. وكل ده هدفه إن أنت إيه بترجعه لإيه، لأحسن فانكشنال ابيليتي عنده، يعني بتطلع أحسن ما فيه اللي هو يقدر يعمله، بتحاول ترجعه زي ما كان، يعني زي ما بيقول. طيب وآخر حاجة بقى يا شباب، كل الكلام اللي أنا قلته ده عن البريفنشن هدفه حاجة اسمها public health and sanitation، يعني البريفنشن اللي هي الوقاية بتحقق النظافة والصحة الاجتماعية، public sanitation اللي هي النظافة الاجتماعية، و public health اللي هي الصحة الاجتماعية. يبقى البريفنشن بيحقق النظافة والصحة الاجتماعية. وبيقول لك الإنجازات اللي عملناها في القرن العشرين، أولا improvements in hygiene practices، يعني معناها عملنا تحسينات في الممارسات الصحية، تمام، وممارسات النظافة اللي هي الهايجين. وتاني حاجة improvements in food handling اللي هي حاجة اسمها ريفريجريشن، يعني ايه؟ يعني معناها التعامل مع الاكل، بقينا بنتعامل مع الاكل بشكل افضل عن طريق ان احنا بنعمل ايه، ريفريجريشن للاكل، جاي من كلمه ريفريجريتور اللي هي الثلاجه، يعني بقينا بنتلج الاكل، لان طبعا الاكل بيحمض في الحر. تمام. فدي برضو تعتبر من الحاجات اللي هي الهايجين، النظافه يعني اللي هي تبع السانيتيشن برضو. طيب تالت حاجه امبروفمنت ان ووتر اند سويج تريتمنت، يعني بقى في تحسن في معالجه الميه ومعالجه ايه، الصرف الصحي اللي هو السويج. واخر حاجه vaccination practices، يعني بقينا بنعمل تطعيمات. وطبعا قلنا الفاكسينيشن ده كان ايه يا شباب، ده كان حاجه برايمري. طب انهي حاجه في البرايمري دي بقى، كانت من الحاجات اللي قلناها فوق اللي هي الايه، السبيسيفيك اللي كانت بتتعمل مخصوص، اي سبيسيفيك بروتكشن اللي هي الايمونايزيشن عن طريق الايه، الفاكسينز. تمام. فالحاجات دي كلها انجازات اتعملت في القرن العشرين،
وحققت بريفنشن كويس اللي حقق ايه public health and ايه sanitation. واتمنى الشرح يكون عجبكم يا شباب. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.